السلام عليكم. اليوم شيوات نادية الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الوصفه اللي غادي تكون سريعه ان شاء الله الافطار، ما لما تخممي لما تفكري طريقه زوينه. هنا غادي نحتاجو ثلاثه المكونات، عندي هنايا الشامبينيو وعندي هنايا البصله. هنايا اول حاجه غادي ندير بها انني غادي نقبض الشامبينيو اللي غادي نحاول انني نقيه، ضروري من الشامبينيو فاش كنجيبوه خصو يتنقى، تطلو داك الجلده الفوقانيه يعني كتكون داك الرقيقه اللي كتكون فيها قوه المواد ديال الدوايات وداك الشيء، ضروري كنحيدوها وكننقيه كامل بحال هاد الطريقه هذا. وغادي نوريكم القياس ديال التقطع اللي غادي نقطع فيه. هنايا كي قلنا من بعد ما غادي نقيه كله بحال هاد الشكل هكا، كنزولو حتى داك الرويس الفوقاني اللي تيكون فيه التراب تنزولوه. هنا غادي ناخذ البصله، بلا ما نوريكم البصله كيفاش دير، يعني القياس سناخذ هنايا تقريبا واحد سبعه البصلات على حسب الافراد العائله. انتم غادي تشوفوا الوصفه وانتم غادي ديروا القياس اللي بغيتوا. هنايا غادي نقطعتهم كاملين، هنايا غادي نقبض، غادي نقطع هاد الشامبينيو رقيق والبصله غادي نشلضها في الماكينه، الا كانت عندكم يمكن لكم تشلضوها حتى انتم بيديكم. هنا غادي نقبض الشامبينيو وغادي نقطعوه على هاد الشكل هكا، يعني شرائح كبيره اولا يعني غادي نقطعوه مربعات تقريبا ولا غادي نقطعوه طريفات صغار بحال هاد الشكل هكا. هنايا غادي نوريكم الطريقه من بعد غادي نجرب لكم الفيديو باش تشوفوه دغيا بسرعة. البصله كي قلت لكم اللي ما عندهاش هذا يمكن ندوزو حتى في الروبو شي شويه اولا الطحانه يعني، ولكن هو تي فاش كطحني في الطحانه كيولي كحل، الاحسن باليد احسن كيجي سهل. هنا غادي نقبض حتى البصله كذلك، غادي ندير تشلط صافي. اذا بعد ما قطعت الكميه ديال الشامبينيو كامل، بالنسبه للبصله نتوما تشوفوا انني غادي سريع غادي نشلطها في الماكينه. شلتها، دابا غادي نضيف ندوزو باش نسخنو المقله. المقله اللي غادي نضيف فيها واحد شويه ديال الزيت، غادي نخلي الزيت تسخن مزيان، غادي نولي كنشحر بحال هكا، يعني البصله خاصها ضروري تشحر. غادي نضيفو داك البصله اللي قطعتو هي الاولى، ضروري خصنا تنزل لينا وتشمع شي شويه باش عاد كنضيفو لها. علاش كنشمعوا البصله قبل ما نضيفو الشامبينيو؟ لان الشامبينيو اصلا تيطلق الماء وحنا بغينا البصله ما يكونش البصله الماء والبصله الشامبينيو، وديك الساعه غادي يبقى غتمراج يعني، والمرقه كاينه وشي مرقه ما كاينه. هنايا المهم كي قلت لكم غادي نشحروا، واخا راها ما كتبانش بزاف بالضو بحال هاد الشكل كتنزل لينا مزيان، كنحسو بها انها بدات تتعطي الشعله ديال الزيت بريون والماء تينشف منها. هنايا غادي نضيف الشامبينيون الكميه كامله، ثم كيف قلت لكم على حسب نتوما افراد العائله تقدروا تخدموا نص باكيه ربع باكيه جوج بصلات بصله وحده ماشي مشكل. هنايا غادي نبقى كنحرك تا كينزلوا ليا بجوجهم، وخصو يكون هادشي دائما على حراره عاليه. دائما فاش كتكون العافيه مجهده كيتشمع لينا داكشي بالزربه ما كيلوناش بحال هاد الشكل. هنا غادي ندوزو المراحل ديال العطريه، وهي العطريه اللي غادي نديرو، غادي نديرو الابزار وغادي نديرو الملح وغادي نديرو الثومه. ثوما غبرة وغادي نضيف الزعتر اللي كيكون هو واحد المذاق الرئيسي اللي كيكون في هاد الوصفه هذه، اللي هو الزعتر كيجي رائع فيها. كي قلت لكم كنديروا الابزار والثومه والزيت والملحه والزعتر، كيجي واحد ريحه اللي انا راني كنشمها
كتجي رائعة ولذيذة، غادي تعجبكم ان شاء الله هاد الوصفة هذه. الناس اللي كيبغيو ما تكترش الزيت ديال في الاول شي معلقة خفيفة، لانني غادي فاش كنديروا الزيت ديال طون، يعني طون الزيت ما دير بغي اللي كانت بغات تدير ليها مطيشه يمكن لا دير مطيشه، واللي كيكون ماشي ديال الماء ولا الطون ماشي ديال الماء، الطون اللي تيكون فيه الزيت. راه كاين الطون اللي كيكون فيه الزيت البلديه وكاين الطون اللي كيكون فيه الزيت العاديه، كلشي كيخدم. هنايا كنخويو داك الزيت بداك الطون ديالو باش هو اللي كيعطينا واحد لاصوص خاطره، كتجي على هذا الشكل هكا صافي. وديك الساعات من بعد ما كتوجد لينا كنخليوها شي شويه كتدخل فيها داك العناصر بعدياتهم كينسجموا صافي، وكندوزو باش نصوبوا الكمير اللي حنايا الخبز البانيني، يعني الخبز الابيض اللي غادي تشوفوه دابا قدامكم اللي كيتباع في جميع المحلات، او لا تقدروا تعجنوه ولا طلبتوني نقدر نعجنو لكم ونحطو لكم في وصفه خاصه بي. صافي هنايا من بعد ما كملت الحشوه بردات مزيان، هنايا غادي نقبط الخبز هذا الابيض، يعني البانيني في المغرب كيقولوا له خبز بانيني، هنا حنا عندنا كيتباع هكذا كنحمروه في الدار كيرجع كمير. هنايا غادي نقبطو غادي نقطعو بحال هذا الشكل هكا صافي. هنايا عندي الجبن وعندي الحشوه، هنا غادي نقبط وغادي نبقى كنضيف هكذا لهذا الشكل. حاولوا تجيبوه هكذا بلا ما يجيكم عالي، لان باش نخليو المكان ديال الجبن ولا الفرماج الاحمر محكوك باش يجي هكذا بحال هذا الشكل هكا. حتى هادو كيجيو الافطار كيجيو رائعين. يمكن لي نقدمهم لكم الا سمعتوني كنهضر، يمكن لكم نقدمهم لكم بطريقه اخرى الا طلبتوها مني، الا ما طلبتهاش مني داكشي اختياري ديالكم. الفران كندخلوه ملي كنجيو ندخلوه من الفران تيكون مصبق مشعول من قبل، يعني يتحمروا على 200 من الفوق، يعني ماشي بزاف، واخا تشعلو من الفوق ومن التحت يعني ما كيطولوش بزاف هما في الفران، تقريبا ما كاملاش واحد 10 دقائق، يعني غير كيذوب الفرماج وتيتحمروا لهم الجنيبات. هانتوما كيف غادي تشوفوني من بعد ما غادي يطيبوا كي غادي يجي الشكل ديالهم. دابا انا غادي نكملهم كاملين على الطريقه كيف شفتوهم، بعد ما نكملهم كاملين نوريكم عاوتاني. صافي هنايا بعد ما كملتهم كاملين غادي نضيف لهم الجبن من فوق منهم بحال هذا الشكل. من نجيو طيبوهم طيبوهم على شبيكه ما زول الطبسيط الفران، واللي ما عندوش شبكه وعندو غير الفرارة اللي كيكونوا ديال الكاس ماشي مشكل، واخا طيبوهم عاديين بحال اللي غيطيبوا الخبز ماشي مشكل، كتستفوهم من الاحسن الشبيكه كتجيبهم مزيونين. صافي هنا كملتهم كاملين، دابا غادي كي قلت لكم غادي ندخلهم من الفران ان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل هكا. كنتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم. دمتم في امان الله والى اللقاء.